لما ذكر بعض الأخطاء قال لي في تسجيل كذا قالوا كذا، قلت له في تراجع أخواننا ذيل يتراجعوا، يتراجع مزمن يتراجع كذا، فلان يتراجع يتراجع يتراجع. أنت عارف حسن عصى الله قال لي هسي كون أنا أقول الزول ده تراجع ده دفاع عنه ولا ما دفاع؟ ما حرك ساكن، دي كذبة ذاته يا حسن كذبة. أنت عارف إن قال لي شنو؟ ومنا أنا الزول ده عاينت له واحد من طلابه برضو علق منا، والله من الوقت ده قلبي تغير منه. قال لي يا أحمد نحن ما مشكلتنا إنهم بيغلطوا وبيتراجعوا، دي صفة طيبة، لكن كيف يترأسوا الشباب ويتكلموا باسم السلفية ويظهروا باسم السلفية؟ منا أنا الزول ده شنو؟ لقيت بعاين من بعاين لي طشاش طشاش. يا أخي قلت له يا أخ متزمل ده ما دار ترأس، أنا بعرفه الزول ده برافو ما دار ترأس. قال لي يا أحمد ما خلاص يترأس. قلت له يا أخي الزول ده كله ما دفاع عن متزمل. قلت له الزول ده بلغ دعوة، الناس شافوا بلغ دعوة أشاروا له بالبنان واحترموه. قال لي برضه بقى راس ها يعمل شنو؟ قلت له يا أخ ما يتكلم في الدين متزمل ده ما يتكلم في دين الله. قال لي أنا ما بقول زي نزار هاشم اللي يطلع تزكية، اللي يتكلم بالبيعلم وهاي حديث ويتكلم. طيب ما لما يتكلم بيقول له أنت تكلمت جزاك الله خير بالتف وحوله وكذي، ثاني بقى راس اللي أنت خايف منها دي ثاني جاء. يا ناس دي حلوك الناس اللي بيفهموا كيف؟ ده كله أنا ما حركت ساكنا، وفي أشياء كثيرة وبعدين عنده تناقضات وعنده لف ودوران ومصائب كثيرة وكله أنا كنت بداري له دارج مع الشمل. مشيت للمناقل ما جاني هو، مشيت أنا عشان أصلح بينه وبين سلفيين. يقول لك كلام في إفساد بيني وبين السلفيين ديل، أنا جيت أصلح أنت جيت تفسد. هل جزاء الإحسان إلا شنو؟ الإحسان. تقعد تهدم الباطل؟ ابن عطاء الله الصعفوق نزار هاشم الشله بتاعتهم بتاعت اسمها مين ده مين؟ شنبات. من بيهدم الباطل؟ انما حقدوا على اخواننا حسدا من عند انفسهم. ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ فقد اتينا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما. ربنا مدهم واداهم من فضله ومن خيره هؤلاء الاخوه. شيخ مزمل والله حسدوه فقط لكسره لأهل الباطل ومناظرته لهم، وما من مبتدع صوفيا كان أو إخوانيا أو سروريا ناظر الشيخ مزمل إلا وقصمه وكسره بفضل الله. إنما حسدوه. ابن تيمية رحمه الله تعالى كثير من أعدائه، وانت قال عدوه لأنهم مختلفين معه في الدين اللي بيحمله؟ أبدا لا، إنما حسدوه، حسدوا ابن تيمية، قالوا الفتاوى التي يفتي بها ابن تيمية تسير في الناس سير النار في الهشيم. فتوى ابن تيمية بتطير كده بس بتمشي في الناس. حسدوه، ما يختلفوا معه في المنهج، كثير منهم ما يختلفوا معه في المنهج اللي بيدعو له، لكن لما وجد من القبول. راجع كتاب دعاوى المناوين، وزعنا له كثير من الطلاب في المعهد. في الكتاب بيشرح في عداوة ابن الخصوم لابن تيمية. قال لما قربه الحاكم وكان محبا لابن تيمية وعانقه أمام الناس، بقى بعانق في ابن تيمية قدام الناس، والقضاة قضاة بتاع المذاهب قدر الدنيا الواحد قاضي، وكانوا بيحرشوا على ابن تيمية، حرشوا على السلطان، أسجنوا وعمل له واحبسوا وامنعوا من الكلام وما يدرس حسدا فقط. قال ابن مخلوف حرضنا على ابن تيمية فلم نقدر عليه. أول ما جاء الحاكم واعتنق ابن تيمية قدام الناس، جاءوا قال له افتي في هؤلاء، اديني فتوى انه القضاة اللي حرشوا عليك وآذوك وسجنوك وعملوا ذيل، طلع فتوى انه انا اقتلهم كلهم. ابن تيمية قال له لن تجد مثل هؤلاء، ودافع عنه مع انهم اللي ظلموه. قال ابن مخلوف
حرضنا على ابن تيمية فلم نقدر عليه، قالت وتمكن منا فعفى عنا وصفح عنا، قال بل ودافع عنا.